نظم مركز الدراسات العربية الأوراسية بالتعاون مع مؤسسة أوراسيا للاستشارات الإعلامية والبيت الروسي بالقاهرة ندوة حوارية أمس تحت عنوان مستقبل التعددية القطبية بعد عامين من المواجهة الروسية الأطلسية في أوكرانيا، حيث أدار الندوة الإعلامي الكبير دكتور عمرو عبد الحميد مدير مركز الدراسات العربية الأوراسية. وكانت ندوة مهمة جدا وأيضا بوجود السفير الروسي في القاهرة والعديد من الشخصيات المهمة. تقرير ثم نعود إليكم. الندوة كانت حول يعني إلى أي مدى الحرب في أوكرانيا كان لها آثار على مسألة تعددية الأقطاب أو المالتيلاتراليزم، وهل ما زالت الولايات المتحدة الأمريكية هي القطب الوحيد المهيمن على الأجندة الدولية ويأمر فيطاع إلى آخره. فزي ما حضرتك تابعت معانا في الندوة، الندوة يعني تقريبا كل المتحدثين أجمعوا على أنه لم تعد الولايات المتحدة الأمريكية هي القطب الوحيد في العالم. طبعا التعددية القطبية دي في منتهى الأهمية عشان ما تنفردش دولة بالقرارات يعني تملي إرادتها ومصالحها على العالم كله. واللي حصل دلوقتي الحمد لله ان بدا يبقى فيه نوع من اليقظه والرفض لهذا الوضع، واللي احنا شايفين ان الولايات المتحده الامريكيه اللي هي مسيطره واحاديه القطب يعني في العالم كله، شايفين الخراب والدمار والوحشيه اللي هي بتنتهجها. يعني انا اعتقد الندوه او انا مداخلتي في الندوه ركزت على اهميه بناء عالم جديد قائم على فكرة التعددية. يعني فكرة القطبية الأحادية انتهت من العالم، والولايات المتحدة لم تعد قادرة وليس لديها الإرادة للعب دور قيادي في العالم، وتعاني من العديد من المشاكل الداخلية. كما بدأ من هذا النقاش المثمر والمهم أن هناك ما يشبه التوافق على أن النظام الدولي الراهن أخفق في إثبات الصلاحية والنزاهة والقدرة على التعامل مع الأزمات الكبرى، سواء كانت الحرب الروسية الأوكرانية أو كانت الحرب الدائرة الآن في غزة.